السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ اخباركم ايه؟ الفيديو ده انا بصوره مخصوص للناس اللي بتحب التصوير، عشاق التصوير، هواة السيلفي، الناس اللي بتروح تدفع فلوس كتير تمام عشان تشتري موبايل او جوال بكاميرا عاليه في الدقه، لان هو عاشق التصوير، بيحب التصوير. وكل الناس دلوقتي حاليا يعني بتحب التصوير بشكل غير طبيعي، بتصور اي حاجه في اي وقت في كل مكان. ففي امور كده، هو بعد ما انت دفعت فلوس كتير في الموبايل بتاعك واشتريته تمام، فين الامكانيات؟ انا النهارده بسجل الفيديو ده عشان اوريك شويه حاجات بسيطه، بس هي لو توفرت معاك صدقني هتسهل عليك التصوير بشكل كويس جدا. منهم ترايبود، ده اسمه ترايبود تمام، واضح في التصوير، بسيط جدا وخفيف قوي، وسعره كمان رخيص. بيجي طبعا الحته ديت الفوقانيه ديت بتتفك، هوريه لكم. يمكن شفناه قبل كده في المشتريات بتاعتي، بس ما اتكلمناش عن استخداماته وايه فكرته وطريقه الشغل بتاعته تمام. ديت خلاص بتركب هنا بحيث ان هي بتديك حريه في انك تحرك شمال ويمين. ليه هنا مسمار او حاجه تخلي دوت ثابت، عايز تخليه على اي ميل، عايز تخليه ثابت تثبته على الوضع اللي انت عايزه، وبتربط الثلاث رجول بتوعه كلهم بيتحركوا او تقدر تعمل فيهم الحركات اللي انت عايزها، بحيث لو انت في حاجه عايز تثبت الكاميرا عليها. طبعا بتحط اوريكم طريقه الموبايل بتاعك فيه دوت، خلاص كده هو مسك الموبايل، بقفل ديت شويه اوكي، وببدا لو انا بستخدمه بثبته في مكان، ظبط الرجول بتاعته على الوضع اللي انا عايزه. مش عارف اذا كان طالع في الكاميرا ولا لا، معلش المكان ضيق، فانا يعني ايه بحاول على قدر الامكان. بيطلع بالطريقه ديت كده تمام، تقدر تميل لقدام لورا باي طريقه انت عايزها تمام. في امكانيه ان انت ممكن لو في عمود او حاجه او شجره ممكن تربط ديت على العمود دوت، بحيث اهو ان هي تثبت بالشكل دوت. يعني بيديك سلاسه وسهوله جدا في انك انت تقدر تصور وتستمتع بالموبايل بتاعك اللي انت دافع فيه فلوس كتير. اوكي، ده كان حاجه من الترايبود اللي ممكن يسهل عليك التصوير بتاعك. هحط لكم برده اللينك بتاع الترايبود دوت من الموقع اللي انا اشتريت منه تحت في صندوق الوصف اللي تحت الفيديو. انت لو نزلت تحت الفيديو اللي انت بتتفرج عليه هتلاقي سهم على اليمين، دوس عليه هيفتح لك صندوق الوصف تمام، هتلاقيها. هسيب لك اللينك بتاع ترايبود دوت. في حاجة تانية، لو انت بقى بتحب التصوير بشكل كبير، في ترايبود بحجم أكبر وجميل وحاجة تستحق إن هي تكون عندك وهتحتاجها بشكل كبير، وليه إمكانيات في بيتحرك بشكل كويس جدا، تميل الموبايل بتاعك بالطريقة اللي أنت عايزها، عايزه بوضع طولي. تعالوا برضه نشوف كده على الإيه، على الطبيعة إيه الحكاية. بعد ما بثبت عليه الموبايل بتاعي تمام، وممكن تثبت عليه على فكره كاميرا تصوير احترافيه، يعني مش بس الموبايل ده، هو كمان امكانيه زياده ان هو يتثبت عليه الموبايل دوت. اقدر لو عايز اصور بشكل طولي كده اهوت، وبربط اهو، اصبح الموبايل عندي بقى بشكل طولي تمام. عايز اتحرك شمال يمين فوق تحت، كل في الامكانيات كلها اللي تتيح لك الفرصه اللي انت تستخدمه بشكل كويس جدا تمام. لو رجعنا لوضع طبيعي كده تمام، طبعا هو الترايبود دوت ده الطول الطبيعي بتاعه، ولكن هو بيطول كمان اكتر من كده. في ادي ارتفاع كمان، مش عارف الكاميرا هتجيب الارتفاع ده طبعا. وفي غير كده
الرجول بتاعته ديت بتتفتح، يعني بيبقى حاجة طويلة بشكل كبير. تاني حاجة هتبسطك قوي في الاستخدام بتاعها لو انت مع اصحابك في مكان لوحدك وعايز تاخد صورة بطريقة كويسة، كل ده بيتيح لك الفرصة ان انت تستمتع بالتصوير بتاعك. طيب نضيف على دوت، لما انا احط الموبايل بتاعي على الترايبود، طيب مين هيصورني؟ لا، في حاجة اسمها ريموت كنترول. تمام، ده ريموت معمول يا شباب للصور السيلفي وللكاميرا اهوت، واضح الصورة، شايفين الزراير والسماعات بتاعته. في عندي واحد تاني برضو، بأنواع مختلفة من الريموت، بيتربط مع الموبايل بتاعك بالبلوتوث، عن طريق البلوتوث بتقدر انت خلاص الموبايل بتاعك محطوط على الترايبود وفي مكان كويس وظبطت الصورة، خلاص مجرد ان هو مربوط مع الريموت بتاعك بتقدر ان انت تاخد لقطة بيه او بتصور فيديو حسب ما انت ظابط اعدادات الكاميرا بتاعتك. دي عايز اقول لك ان هي من الحاجات الجميله اللي بتبسط عليك قوي فكره التصوير لو انت من عشاق التصوير. وبرضه هسيب لكم اللينكات بتاعه الريموت دوت والنوع الثاني، تمام، واللينك برضه بتاع الترايبود اللي عايز ياخد فكره، اللي عايز يدخل يشوف تفاصيل اكتر، اللي عايز يشوف اسعارهم كام هيلاقيه في صندوق الوصف تحت الفيديو. ما تنسوش يا جماعه السبسكرايب، اللي ما اشتركش لغايه دلوقتي في القناه يا ريت يشترك ويدعم القناه، واللي عجبه الفيديو يا ريت يعمل لايك، ولو حابب ان هو يشاركه مع حد يعمل له شير. شكرا ليكم والسلام عليكم.